عمرك ما هتشوف الممثل الكبير عبد المنعم إبراهيم يظهر على الشاشة وتقدر تمسك نفسك من ابتسامة كبيرة تترسم على وشك أول ما تشوفه، من أول فتافيت السكر لطاقية الإخفة لعشرات الأدوار التانية اللي كانت دايماً فيها طلته خفيفة ولطيفة على القلب. بس ورا الضحكة دي كان بيداري حاجات كتيرة جداً، قصة حياة صعبة قوي. عبد المنعم إبراهيم كان الأخ الأكبر لأربع إخوات، ولما مات الوالد بقى هو المسؤول عنهم وعن مصاريفهم، ولما اتجوز وخلف خمس أولاد بقى كمان في جيش متعلق بقى في رقبته، إخواته وولاده. ولك أن تتخيل أن الجواب اللي هنقراه النهاردة اللي نشره المؤرخ أيمن الحكيم كان منه لبنته الكبيرة سمية سنة 1969 لما كان في بيروت. بنتي العزيزة سمية، تحياتي وأشواقي ليكي ولإخواتك كلهم، نفسي أخدكم كلكم في حضني لأنكم وحشتوني قوي، وفعلا دي مدة طويلة قوي افترقنا فيها عن بعض، بس هعمل إيه يا بنتي؟ الفيلم اللي بصوره هنا في بيروت على فكرة لسه مخلص، لحد دلوقتي احنا لسه بنصور، بس على حسب كلام المنتج هيخلص قريب. كان نفسي اخلص الفيلم ده واجيلكم، بس غصب عني تخيلي اني هطلع من هنا على الكويت، يعني في شغلانه كده هناك في الراديو، اتمنى برضو ان هي تخلص على خير. ادعيلي يا بنتي انتي واخواتك، انا محتاج دعاكم جدا، دعاكم هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني مكمل في الدنيا مبسوط. على فكره انا مش ناسي طلباتك يا سمية، انتي كان نفسك في 22 اسطوانة اغاني، انا لو لقيت تمنهم معقول هجيبهم كلهم، بس يعني لو تمنهم يعني طلع غالي شوية هجيب اللي هقدر عليه وسامحيني في الباقي. طمنيني اخواتك عاملين ايه؟ كل واحد فيهم وحشني قد الدنيا كلها، نيفين وطارق سهير وسلوى، انا استلمت كروت منهم كلهم ما عدا سهير. هي سهير كويسة؟ مثلها ولا بعتتلي جواب ولا كارت تسأل عليا، لا تكون زعلانة مني ولا حاجة، ولا مشغولة في المذاكرة، أيا كان أنا مش زعلان منها، أنا بس قلقان عليها. على فكرة كمان حاولت أكلمكم كتير، بس أنت عارفة بقى الاتصالات من هنا في سنترال بيروت في منتهى السوق. معلش يا بنتي خلاص هانت، فترة وهتعدي ونتقابل صوت وصورة، بوسة مني لحد ما أشوفكم، مع خالص حبي بابا عبد المنعم إبراهيم. خلص الجواب، بس الشجن اللي كان هيحس بيه كل ما هيسمع أو يقرأ الجواب عمره ما بيخلص. سمية بنته بقى عندها مجموعة كبيرة جدا من الجوابات اللي كان كاتبها باباها، مرة يقول لها معلش أنا حولتلك 20 جنيه بس، ومرة تانية حاولي تتصرفي بقى أنت في الباقي، حاولي أن أنت إيه تساعدي شوية في موضوع مصاريف الجامعة، معلش يا سمية أنت عارفة المصاريف كتير قد إيه. جوابات جوابات جوابات. الحاجة اللي تلاحظها إن الجوابات مكتوبة بطريقة مش ممكن تصدق إن هي من نجم من نجوم الصف الأول. هو إنسان بسيط جداً بيكتب الجوابات من قلبه، وخصوصاً إن هي رايحة لأولاده عشان يطمن عليهم ويطمنهم عليه. والحقيقة إن عبد المنعم إبراهيم قدر إن هو يخبي كم المسؤوليات والمصاريف والديون دي ورا الإفهات اللي كانت بتطلع بكل صدق وبكل حب في الأفلام. مش ممكن تصدق إن كم المسؤوليات دي عند الراجل ده، واللي كان دايماً بيقول إنه مهما اشتغل ما كانش عارف يجاري المصاريف ولا يخلص منها، لكن كان بيستمد قوته من إيمانه إن ربنا حطه في المكان ده عشان يكون الحيطة القوية اللي ما تخليش العيلة دي تنهار. وللأسف لما بدأ يكبر وصحته بدأت تتأثر شوية، الأدوار المعروضة عليه قلت ومساحتها أصبحت كمان أقل، ورغم كده ما قالش خلاص كفاية عليا كده، ولا اللي عملته ده مثلا للعيلة وأنا مالي بقى كل واحد يشيل مسؤوليته خالص. إحساسه بالمسؤولية كان كل يوم بيزيد أكتر من اليوم اللي قبله، وبقى بيقبل الأدوار الصغيرة ويشتغل فيها لحد ما هو بنفسه ينورها ويطلع منها حاجة كبيرة، لحد ما تعب وتعرض لأزمة قلبية كبيرة، والدكتور قال له لازم ترتاح مش أقل من 10 أيام. لكن طبعا اللي واخد على الشقة زي عبد المنعم إبراهيم بالنسبة له راح 10 أيام دي مش ممكن تحصل، هما 3 أيام بالعافية اللي عرفوا يقعدوه فيهم في البيت، والرابع كان في الاستوديو. وقتها الدكتور قال له بص بقى بصراحة أنا بخلي مسؤوليتي تماما من اللي ممكن يحصل، وقدامنا شفان الدماغ بتاعته كان المنظر كالآتي، كان منظر عجيب جدا في البلاتو، كان عبد المنعم إبراهيم بيمثل وبيصور، والناحية التانية الدكتور واقف تحسبا إن الراجل ده يقع من طوله في أي لحظة. عاش عبد المنعم إبراهيم طول حياته بيحاول يكون مخلص للفن ولالتزاماته لعيلته،
لحد آخر يوم في عمره 19 نوفمبر سنة 1987، وهو غاصب يعيني على نفسه وعلى صحته ورافض يسمع كلام الدكاترة بتاتا، ونازل يعمل بروفا المسرحية اسمها 5 نجوم. وقع فجأة في طريقه للمسرح، بس المرة دي للأسف كانت الوقعة الأخيرة. ولأن الفن كان بيسري في دمه وفروحه، مش مجرد يعني شغلانة ولا مصدر للدخل وخلاص، كانت وصيته الوحيدة أنه لو مات جثته تطلع من المسرح القومي. تخيلوا المحبة قد إيه للفن. وبالفعل ده اللي حصل، وكانت أول جنازة في التاريخ تطلع من المسرح. كانت جنازة المرحوم أبو قلب طيب عبد المنعم إبراهيم، اللي يستاهل إن إحنا اللي نقوله مع خالص حبنا يا أستاذنا.